جولتنا على مناطق مختلفة اليوم راح تكون جولتنا على مدينة الخبر مع الشيف منصور إسماعيل ابن المدينة المحبوب اللي كل الناس بتعرفه وهو بيعرف تفاصيل هاي المنطقة. معه راح نروح على أهم عادات المدينة، مطبخها المميز، وأكيد بيعتمد بجزء كبير هاي المنطقة على المأكولات البحرية. خلينا نشوف كل التفاصيل معك. بدايتنا غير مختلفة، نبدأها بالتطعيس بالخبر. مشاهدين ام بي سي خليكم معانا في جولة تشكي وتحكي. انتوا الان في جزيرة تاروت، تحديدا في قلعة تاروت اللي تعتبر من أقدم القلاع في العالم، عمرها أكثر من 5000 سنة. وانتوا معانا بما اننا بالخبر راح نطبخ لكم طبخه بروبيان الخبر بوصفه تشكي وتحكي وجمالك يا روبيان الخبر. نبدا فيها. مكوناتنا سهله وبسيطه، تعتمد على الروبيان فريش وتعتمد على الثوم والبصل والطماطم والبهارات المشكله والكزبره والشبت. الكزبره دائما عنصر رئيسي مع الروبيان ومع الاسماك في المطبخ الخليجي دائما وابدا. جهزنا وتبلنا شعرية الخبر، أجمل سمكة في الخليج العربي. جمال شعرية الخبر مقرمشة وعلى السفرة، حياكم الله. خبر جميلة، جميلة بأهلها، جميلة بتاريخها، جميلة بناسها. والشيء اللي يميز الخبر إنه كل الجيل القديم والطيبين ما زالوا متواصلين مع بعض وبينهم ترابط وبينهم محبة. إن شاء الله استمتعتوا معنا بجولتنا بالمنطقة الشرقية وبالخبر وجمال الخبر، وكل عام وانتم بخير. نعاد عليكم بالصحة والعافية ورمضان كريم. أكيد ينعاد عليك شيف منصور، وفعلا هالوصفة الرائعة أخذتنا، يعني اليوم عملنا وصفات باللحم وعملنا وصفة السيوية، وشيف منصور عملنا وصفة بالمأكولات البحرية.